مرحبا بكم بقناتي مرة ثانية. فيديو اليوم هو عن سفرتي إلى مدينة بانف اللي هي تبعد 4 ساعات من مدينة اوتاوا. مدينة بانف معروفة من أجمل المناطق اللي هي بالعالم. تم تتويج حديقة بانف الوطنية كوجه رقم 1 في قائمة ناشونال جيوغرافيك السنوية اللي هي الأفضل الرحلات والأماكن اللي تحتاج إلى زيارتها لعام 2017. أتكلم بشكل مكثف بهذا الفيديو لأنه أنا حابة المشاهد يستمتع بالمناظر الحلوة والمناطق اللي أنا زرتها. وبعد سياقة ساعة ونص من مطار كالجاري وصلنا إلى مدينة بانف في وقت الظهر. حابة أوضح أنه بهاي السفرة أنا كنت مع عائلتي وكانت هاي هدية عيد ميلادي من ماما، وبكل صراحة هاي تعتبر من أحلى الرحلات اللي سويتها لحد هذا اليوم. وباليوم الثاني رحنا إلى داون تاون بانف حتى نستكشف المحلات والمناطق اللي ما زرناها إلى حد الآن. وبعد ما خلصنا من الداون تاون ركبنا بالباص السياحي حتى نستكشف المناظر الطبيعية.
وأكيد أكثر شيء اللي حلى يومي لما شفت صديقاتي بالصدفة بنفس المكان، وهذا الشيء صراحة كلش فرحني. بحيرة مورين هي من أحلى البحيرات اللي شفتها بهاي السفرة كلها، خصوصاً لون البحيرة الأزرق من مكان مرتفع. في يومنا الأخير توجهت أنا وأهلي على مكان بالجبل اللي هو مكان الينابيع الحارة الطبيعية. إن شاء الله تكونون استمتعتوا بهذا الفيديو، وإذا استمتعتوا وحبيتوا بليز لا تنسون تسووا لي سبسكرايب ولايك. أحبكم، باي باي.